يا شيخ يا شيخ ابو لنا برا. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد، الحضور الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن أخوف ما أخاف على أمتي الأئمة المضلين. وقد جاء هذا الحديث بعد سياق طويل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله زوى لي الأرض، أي ضمها وجمعها، فرأيت مشارقها ومغاربها، وإن أمتي سيبلغ ملكها ما زوي لي منها. قال: وأعطيت الكنزين الأحمر والأبيض، أي الذهب والفضة. ثم بين النبي صلى الله عليه وسلم أنه سأل ربه ثلاث أسئلة، قال: فأعطاني ثنتين ومنعني واحدة. سألته ألا يهلك أمتي بسنة عامة، أي مجاعة، فأعطانيها. وسألته ألا يسلط على أمتي عدوا من سوى أنفسهم حتى يستبيح بيضتهم، فأعطانيها. وسألته ألا يجعل بأسهم بينهم شديد، فمنعنيها. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم في آخر الحديث، قال: وإن أخوف ما أخاف على أمتي الأئمة المضلين. وفي زيادة صححها البرقاني رحمه الله في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ولن تقوم الساعة حتى يلحق حي من أمتي بالمشركين، وحتى تعبد قبائل من أمتي الأوثان. ونحن كما عودنا الحضور الكريم دائما ما نركز على قضية التوحيد، لأن هذه القضية هي القضية التي من أجلها خلق الله السماوات والأرض. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. ما دام أن الله هو الخالق للأرض والسماء، وأنه الذي يخرج الأرزاق، وأنه والذي يشفي الأسقام، وأنه والذي يمن على العباد، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: يد الله ملأى سحاء الليل والنهار، أرأيتم ما أنفق منذ أن خلق السماوات والأرض فإنه لم يغض، أي لم ينقص مما عند الله شيء. هذا هو الكلام، وهذه هي دعوتنا للناس. لما نحن نجي نبين للأمة الإسلامية هذا الضلال وهذا الباطل، هذا الضلال وهذا الباطل للناس، الناس زي بتكوري، انت ما اشتغل عقلك، الناس دي مشكلتها معك شنو؟ لو الطرق والجماعات والاحزاب دي حاجة كويسة ما نسوي لنا طريقة. تقال الطريقة في السودان صعبة، اكتر شعب قابل لتكوين الطرق، مش في نوع من الدم قابل لتكوين الحصوة، الله يكرمك، شفت ده الدم السوداني ذاته، اكتر دم يقبل تكوين الاحزاب والجماعات والطرق. تمشي لناس الدار ديل بيبيعوا دينهم بعرض من الدنيا قليل، مش افتح بلاغ، فهمت؟ تديه كم مليون وتجي تجيب لك 400 درويش تقطع لهم قماش اخضر كويس، وتجي تلبس لهم مرقوعات وتجيب لك نوبه وتدلك في الحله دل دل دل، تعمل لك شاي بزلابيا كده. الطريقه العجلاتيه او الطريقه الكزنزانيه او الطريقه الجمراتيه او الى اخر من هذه الطرق التي كل يوم من الايام نسمع طريقة جديدة. انا خايف بعد شوية تطلع واحدة جديدة ما اعرف يسموها شنو. الشاهد من الكلام ان اخواننا انتشر الشرك في هذه البلاد، وتولى نشر الشرك
الطرق الصوفية دعاة على أبواب جهنم، من أراد أن يدخل نار جهنم خالدا مخلدا فيها فليستمسك بأي من الطرق وليعتقد عقيدة أي من الطرق. تمشي جهنم متى ما مت، إذا مت على العقيدة طوال تخش جهنم. وأنا عشان ما أطول لك كثير، ده كتاب بيبيعوه في الدار السودانية للكتب، وبيبيعوه في المكتبات شرق مسجد أم درمان الكبير، اسمه طبقات الطبقات الكبرى لواقح الأنوار في طبقات الأخيار، أبي المواهب عبد الوهاب أحمد ابن علي الأنصاري الشافعي المصري المعروف بالشعراني، تحقيق هاني محمد حامد محمد، ماجستير في العقيدة والفلسفة كلية أصول الدين جامعة الأزهر. ده دين المسلمين الآن، ودارين ننتصر على أمريكا، يا أمريكا لم فلوسك، بكرة شباب البتاع يبوسك، وإلى آخر كلام فارغ ساكت. دي عقيدتنا نحن، تقدر تلعب علينا؟ طيب أنا أديك النماذج من الكتاب، طبعا في كلام قلة أدب ده خلي للنهاية، لكن أنا دار أديك كفريات بالله سبحانه وتعالى. هنا بيعوا في الدار السودانية للكتب كتاب ده، وأحال عليه صاحب كتاب طبقات والضيف الله، وكتاب طبقات والضيف الله بيقروا في جامعة الخرطوم وفي جامعة السودان حديثا برضو بيجوا يقروا هناك، عرفتها؟ وثق هذا الكتاب، وطبعا دي طرق علمية الدرويش بتاع الفتة ما بيفهمها. طيب صفحة 104، تعال امسك المايك ده. طيب ده بيتكلم عن الشيخ احمد الفرغلي، صفحة 104 الجزء الثاني من جزئين، قال: وخطفت تمساح بنت مخيمر النقيب، فجاء وهو يبكي الى الشيخ، الخطف له بنته، قال: فقال له اذهب الى الموضع الذي خطفها منه ونادي بأعلى صوتك يا تمساح تعال كلم الفرغلي. الزول ده مشى للنهر البحر، قال له تعال كلم الفرغلي يا تمساح، قال عشان داري يوريك انه عنده المعجزة بتاعت سيدنا سليمان عليه السلام، لأن الصوفية عندهم قاعدة باطلة، ما كان معجزة لنبي جاز أن يكون كرامة لولي، وده كلام زندق وكفر بالله. القرآن تقدر تبقيه كرامة لواحد من الأولياء؟ قال فخرج التمساح من البحر وطلع كالمركب، عرفته؟ قال وهو ماشي والخلق بين يديه جاريا يمينا وشمالا إلى أن وقف على باب الدار، فأمر الشيخ رضي الله عنه، ركز معي، نحن إن شاء الله بلساننا بنشتغل، شتوكان بنشتغل، طيران كله بنشتغل. طيب قال والخلق بين يديه جارية يمينا وشمال، ركز معي هنا، ما بتعمل حاجة، أبوك الشيخ ما بيقدر، أنداري ينفخني، ما شايفني ضعيف كيف. طيب قال إلى أن وقف على باب الدار، فأمر الشيخ رضي الله عنه الحداد، قام جاب لي حداد الشيخ، يا زول أنت دار تصلي حتز، قال بقلع جميع أسناني، وأمره بلفظها من بطنه، فلفظ البنت حية مدهوشة، وأخذ على التمساح العهد ألا يعود يخطف أحدا من بلدي ما دام يعيش. قال ورجع التمساح ودموعه تسيل، زي ما قال أخونا أحمد بدوي، التمساح بقى شايل جراح كويس. طيب لسه جايك، ما بخليك، في زول قال لك تنشر، انت ما عارفنا نحن أليق من الويكة، قال لك تنشر منه. طيب قال صفحة 105 طوالي جنبه، ومنهم سيدي الشيخ أبو بكر الدقوسي دقس. طيب قال وكان له صاحب يصنع الحشيش، عنده واحد من أصحابه، ده كلام الصوفية بيبيعوه في الدار السودانية، ده قال كان بلفة، هذا الكلام، قال كان يصنع الحشيش بباب اللوك، فكان الشيخ رضي الله عنه يرسل إلي أصحاب الحوائج فيقضيها لهم، واحد حمار وطشة رفت غنمايته السرقت، بيقول لي أمشي للشيخ بتاع البنكو داك عشان يلفها ويجيبها لك. طيب أنا ما أعرف بلف الغنماء ولا بلف البتاع دي. قال لهم سيدي عثمان رضي الله عنه، فسألت يوما عن ذلك وقلت المعصية تخالف طريق الولاية، الولي ما بيقعد يعمل له معصية ويفتح بها كمان باب بتعدين. قال يا ولدي ليس هذا من أهل المعاصي، شوف الزندقة كيف، قال إنما هو جالس يتوب الناس في صورة بيع الحشيش، في الظاهر هو حشيش بوكشوب، لكن في الباطن كان قاعد يتوب في الناس،
شوف الزندقة دي كيف قال: فكل من اشترى منه لا يعود يبلعها أبدا، هكذا أخبرني سيدي نور الدين. نور الدين زنكي، فهمت؟ ده كله كذب ولعب. ربنا قال: قل إن الله لا يأمر بالفحشاء تقولون على الله ما لا تعلمون. طيب هنا محمد الشربيني صفحة 135، محمد الشيخ محمد الشربيني قال: وكان رضي الله عنه. طيب دي شيء أنا خليها في النهاية. طيب قال صفحة 185، عرفتها؟ 185 بعدك بجيك راجع لها، كلام شين جدا. صفحة 185 قال وكان يقرأ الشيخ شعبان المجذوب، قال: وكان يقرأ صورا غير الصور التي في القرآن. اسمع الكلام، قال: بيقرأ لك صور من غير القرآن على كراسي المساجد يوم الجمعة، فلا ينكر علي أحد، وكان العام يظن أنها من القرآن لشبهها بالآيات في الفواصل، وقد سمعته مرة يقول على باب دار على طريقة الفقهاء، قال: الذين يقرؤون في البيوت، فأصغيت إلى ما يقول فسمعته يقول: وما أنتم في تصديق هود بصادقين. ده القرآن بتاع الصوفية. قال: ولقد أرسل الله لنا قوما بالمؤتفكات يضربوننا ويأخذون أموالنا وما لنا من ناصرين. ده الكلام بتاعه ده، عشان كده وربنا قال لك البشر ما بيقدروا يسووا زي القرآن. ربنا كفر في سورة المدثر، ربنا قال: إنه فكر وقدر فقتل كيف قدر ثم قتل كيف قدر ثم نظر ثم عبس وبسر ثم أدبر واستكبر فقال إن هذا إلا سحر يؤثر إن هذا إلا قول البشر. ربنا قال صوصي شنو سقر، عرفت؟ ده دين الصوفية، عقائد غريبة جدا، ودعوة المسلمين إلى أن ينعتقوا وأن ينحلوا من الدين. الصفحة 135 ده الشيخ محمد الشربيني. طيب ده كلام فسق عجيب مرة واحد. قال شيخ الفقراء قال ولما ضعف ولده أحمد، والكلام ده جابه عبد المحمود نور الدعيم، قال: ولما ضعف ولده أحمد وأشرف على الموت وحضر عزرائيل لقبض روحه. طبعا ما في حديث صحيح يقول أن ملك الموت اسمه عزرائيل. قال: لقبض روحه قال له الشيخ: ارجع إلى ربك فراجعه فإن الأمر نسخ. فرجع عزرائيل وشفي أحمد من تلك الوعكة وعاش بعدها 30 عاما. قال: وكان رضي الله عنه يقول للعصا التي كانت معه: كوني إنسانا فتكون إنسانا، ويرسلها تقضي الحوائج ثم تعود كما كانت كراماته كثيرة. فهمت؟ ده قال لك بيهرش ملك الموت، رجع ملك الموت. ربنا سبحانه وتعالى قال: وهو القاهر فوق عباده ويرسل عليكم حفظة حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون. الصوفية قال لك أن احنا بنهرش ملك الموت، زي ما قال في كتاب أزاهير الرياض. قال الشيخ رضي الله عنه، قال عنده مريد اسمه عبد الله بعلوي، صفحة 135، قال عبد الله بعلوي 134، قال الشيخ قال جاو واحد قال له: عندنا مريد دفناه. أرح عليه؟ قال: لا أرح عليه. قال: لما مشى وقف عند قبره ساعة فضحك الشيخ، ثم فكشر الشيخ ثم ضحك. قالوا له: وهل حصل شنو؟ طبعا قالين الدلوك ده بيعلم الغيب جوا. قالوا له: والحاصل شنو؟ قال: إن مريدنا لما سأله الملكان فقالا له: من ربك؟ قال: ربي الشيخ عبد الله بعلوي. مكتوب في الكتاب كده، لسه القصة ما انتهت. قال: فنظر الملكان بعضهما إلى بعض، منكر ونكير، أي واحد بقى يعايل للتاني. الحاصل شنو؟ قال له، فهمت؟ قال: فأعاد عليه، قال: يا زول انت نصيح، من ربك؟ قال: ربي الشيخ عبد الله بعلوي. قلت لكم انا ربي الشيخ عبد الله بعلوي. قال: ولا سألوا بقيت السؤالين.
قال له مرحبا بك وبشيخك. قال لك الله انت لو مقدم تشتغل في الكهرباء بيسألوك سؤال واحد بس عشان تعرف. والدجل والضلال دي عقيدة البرعي وعقيدة الختمية وعقيدة البرهانية والركينية وكل الطرق الصوفية. ونحن نتحدى هذه الطرق على ملأ من الناس، على ملأ أن 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 نكشف هذه العقائد الباطلة أمام الناس. محمد المنتصر عقيدته خربانة داعية إلى الشرك والضلال. اللمين عمر اللمين بتاع الحنة بتاع حنة وداعية إلى الشرك والضلال. البرعي السماني حامد بابكر الخنجر كلهم دعاة إلى الشرك. دارين معهم مناظرات، مناظرات علنية في قناتك في استاد في أي محلة. ربنا سبحانه وتعالى قال له دعوة الحق والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء إلا كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه وما هو ببالغه وما دعاء الكافرين إلا في ضلال. ولله يسجد من في السماوات والأرض طوعا وكرها وظلالهم بالغدو والآصال قل من رب السماوات والأرض. حلوا المشكلة دي يا صوفية. قل من رب السماوات والأرض، قل الله، قل أفتخذتم من دونه أولياء، سويت لكم أولياء من دون الله. الأولياء دي صفتهم شنو؟ لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا. أسيدك حجاب جابه كويس، حجاب كله مكتوب فوق الكهرباء والنشاب والسكين والسيف، ده بتاع حفظ، قال ده حجاب بتاع حفظ. هذا ليه؟ اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. هذا خاتم صورة شنو؟ شنو كده ما عارف من حجاب حتى شنو؟ البندق، البندق والسيف والسكين والنشاب والكرباج والحرب وجميع السلاح الأبيض وجميع السلاح الناري والتصريف عن العصا والحجر ومن جميع الحاجات المضرة ما عارف لك عدا شنو كده عن الإنسان لمن علق عليه. أنا بجيب لي قزازة متروما وبسلمك اضنينك في جيبك، أمشي جيب لي تصديق بس من الشرطة، مش ده بيحفظ؟ ده بيحفظ؟ أيوه ده بيفتح في الحجاب يده انجرحت، حجاب بتاع شنو الله يهديك؟ ده بيحجب؟ يا حامد بابكر حجابك ده بيحجب؟ حجابك بيحجب؟ تعال جيبه لنا هنا ده على الملا فوق، فوق كبر الحرية نعلقك، أنا بفكك بين الشاب وأعمل فوقه صبغة عشان نشوف بيمش ولا ما بيمش، عشان ما تقعدوا تلعبوا ساي. ده شغل بتاع نصارى انه حجاب وما حجاب، زي ما مكتوب في كتابهم المحرف قالوا وآيات المؤمنين ستة ستة، قالوا قال منا انهم يبلعون السم ويأخذون الحيات زي ما بيعملوا ناس الكباشي، قالوا لا تضرهم. والله انا اجيب لي برول بس ما حاجة كبيرة، برول اخدته لك في ظهر الكباشي والله يقرا لاية الكرسي شياطين وشط طيرا. البرول ده تاني الا تحجزوا منه بالشرطة والله جد تلعب علينا، فهمت؟ هوس. انا اخلي ختام الحلقة والتعليقة لاخونا الشيخ ابو بكر فليتقدم مجزيا مشكورا. اختم اختم. شيخ ابو بكر الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله. وبعد ما سمعنا من العقائد الصوفية في هذه الكتب المنحرفة دي عقائد ضالة وعقائد باطلة، عشان كده المسلم الواجب عليه يعرف الحق ويعرف الباطل عشان يجتنبه. قال تبارك وتعالى كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. وأعظم منكر الآن نحن شايفينه في هذه البلد في بلدنا السودان، أعظم منكر العقائد الخربانة بتاعت الصوفية. وهذه العقائد هي السبب في أي بلاء حل بهذه البلد. شكد ربنا سبحانه وتعالى يقول وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان
فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. شوفوا يا ناس، السبب في أي بلاء الكفر والشرك بالله سبحانه وتعالى. ولنا الكلام اللي بيقول فيه الشاب قبل شوية ده من عقائد الصوفية، إنه الشيخ يعتقد ينفع، الجماعة بيعتقدوا إنه الشيخ ينفع ويضر، والشيخ يرزق، والشيخ يدي الجنة، والشيخ ينفع. العقائد دي عقائد باطلة، انت لو اعتقدتها ما عندك في الآخرة نصيب، نصيب في الآخرة ما عندك. عشان كده ربنا تبارك وتعالى يقول: وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يريدك بخير فلا راد لفضله. ربنا تبارك وتعالى يقول: قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن ممسكات، هل هن كاشفات ضره، أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمتي، قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون. يا ناس ما ممكن، أشياء بيقول لك في عقائد باطلة زي دي بتاع الصوفية، يجي زول بيدافع عنهم. السلامة مرض ده تدافع عنهم ليه؟ ناس بيقولوا الشيخ ينفع ويضر ويمرق من القبر. مشينا العباسية قبل خمسة يوم ولا اسبوع الفات، العباسية تقلي لقينا الحامد الصوفي ذاك معاه الدجال محمد منتصر، معاه اثنين دجالين كبار من الصوفية في السودان، اكبر صوفية جنوم هناك. تخيل معاي حامد بيقول للجماعة هناك، لانه لقى البلد بعيدة ودار يغشهم، قال لهم الشيخ بتاع الصوفية بيطلع من القبر بيقضي حوايج الناس القاعدين برا وبخش القبر تاني. واحد من الشفع الصغار قاعدين هناك قال له بيرجع ليه تاني؟ بيرجع ليه؟ ده سؤال ذاته. هو الشيخ كان لقى فرق مرق من الحفرة دي جوا، حفرة مقفة، بيرجع شنو تاني؟ مشي طوالي بيته يا زول. لكن دي عقائد خربانة. ربنا قال: ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون. ما في زول بيرجع تاني إلا تقوم الساعة. ربنا قال: ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون. الناس يمرقوا يوم القيامة لما ينفخ في الصور، لكن الصوفية بمزاجهم شيخ يطلع ويخش تاني زي ما هو داير. دي عقائد خربانة. وما تتخيل إنه إحنا حنجامل الناس دل في عقائدهم دي. حلقتنا دي شغل بتاع النظافة. في ناس كتار جو هنا الواحد بيكون عنده وسخ بتاع صوفية في ذهنه، لكن يومين ثلاثة حلقتين ثلاثة بينضف تمام إن شاء الله. شغله بيستخن في الأول لكن في النهاية بينضف إن شاء الله.